اتحاد الحراش شباب بلوزداد في لقاء طبعا ديربي بومشرى في أول لقطة في الدقيقة 42 و كنيش محور الدفاع الحراشي بعد عمل جماعي من بوبشرة بوغش بن عاشور يسجل الهدف الأول في مرمى عسلة بعد مرور 42 دقيقة من الشوط الأول. في الدقيقة 46 يعني دقيقتين بعد أو دقيقة بعد الوقت الإضافي محاولة من أمدا ناحية الجهة اليمنى ثم بن عاشور يرفع ناحية بوغش الذي يسجل يضيف هدف ثاني لاتحاد الحراش في نهاية الشوط الأول. وبقيت طبعا النتيجة 2-0 بينما في الشوط الثاني تمكن اللاعب البديل وبعد عمل جيد من تسجيل هدف لشباب بلوزداد عن طريق تومي في الدقيقة 93 بتسديدة قوية.